السلام عليكم شيخة. السلام على مرحبا حيا ان شاء الله. اخبارك؟ شو اليوم معانا؟ اليوم نسوي ناشف نغر. النغر ناشف. ناشف عندنا نغر، عندنا ملح، عندنا بهارات مشكله، عندنا هيل حب، عندنا هيل مطحون، عندنا فلفل مجروش، عندنا كركم، عندنا لومي يابس، عندنا ورق الكاري، عندنا قرفه مطحونه، عندنا زنجبيل، عندنا فلفل حب، عندنا ثوم، عندنا التمر، عندنا العيش، عندنا البصل، عندنا البهارات المشكله الحب، عندنا البقدونس، عندنا الطماط الاخضر، عندنا الزيت، عندنا الماي. شغلي الغاز؟ يلا هي يبي ماشي. تحطي الماي. الحين شغال عشان طريقة النغر في نمونتين، في ناس اعطيني قفشة ان شاء الله. تعرفي النغر في ناس رحنا نغره من دون تمر، انت بتسوي بالتمر؟ بالتمر هي. انا بسوي بالتمر. هاي الحين هي اضافه الماي. الحين اضيف الماي، احطي الماي، احطي ماي زياده لان النغر يطلب ماي. اي بي يطبخ. يطبخ اي. الحين هي حطت الماي، ترتي الماي يغلي شويه، بتضيف النغر. حطيت الماي زين، بس تريا عادي شويه يفور، بعدين بحط النغا. يلا شوفي العيش انت الحين من يثور الماي بتحط النغا. ايه يلا ملح العيش ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين مشيخه ترتي الماي يثور وبتحط النغا. الحين انا حطيت هذا الماي فاضي ما في شيء، شو بسوي؟ عيش عشان بطبخ ابيض، هذا هو الملح. هذا معلقه ملح وشوي، معلقه ونص. أنا ليش أقلل الملح؟ عشان بعدين إذا ريت ومحتاج ملح أقدر أحطي، بس إذا حطيت ملح وايد ما أقدر أضيف. لازم أزيد الماي والماي. هذا الحين حطي البهارات. شو اللي هذا؟ شو هذا؟ عشان ناس العيش يحبوا يطبخوا أبيض، في ناس يحطوا فيه شوية. وش يحطوا فيه؟ هذه قرفة. في ناس يطبخوا عيش أبيض عشان اليهال ما يطيعوا ياكلوا فيه هيل وفي ما أدري شو، بس رحنا بحطي بعد هاي ها عشان شويه شويه ها، وحطي شويه فلفل اسود بعد حب شويه، حطي بعد من عندك ورق الكاري شويه هذا. ايه حطي شويه بعد هاي القرفه. حطيتي؟ ايه حطيت قرفه. يلا ليش؟ عشان رحنا نسوي نكهه العيش، ان نسوي النغر. النغر ترى سمك بحري، وحد منهم بعد يوم هذا يبوه يصفروه يحطوا شويه كركم يوم يبوا العيش شويه اصفر، لون اصفر شويه. ناس يخلوا ابيض ذره، مشيخه تقول شويه بنصفره. شويه اعطيني العيش غلى الماي، غلى لين ما يغلي. انت هذا انا بحطي هذا. هذا الحين العيش شو سوينا فيه؟ نظفناه، اذا في حصى في شلب في شيء نظفناه، غسلناه. لين غسلناه شو؟ ودناه. ليش تودنه؟ عشان يوم العيش مودن في عيش انواع، في عيش يبى تدوين، في عيش ما يبى. الحين هذا العيش انا بضيفه الماي طبخ. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. ها والعيش ما تخلي وايد يطبخ، من تطبخ الطبخه الاوليه والثانيه خلاص بس. خلاص ما في ماي بتعرفه. بسم الله هذا هو. في العيش ترى قلت لكم انواع، اول اسمه بشاور ما ادري شو ما سوغني. الحين لا، العيش مكتوب عليه على الكيس على اليونيه مكتوب عليه إيه. بسمتي بوابه الهند ما ادري شو. العيش انواع. انواع انواع. انت اذا خضيتي عيش وريتي هذا العيش زين، عرفتي تطبخي ايه خلاص، سويتي معاه خلاص عليه. مره ثانيه يوم صرت تشتري نفس العيش. الحين عند تريان يطبخ. من يطبخ الحين مشيخه ما طبخ عندي شي الماي؟ لا شويه بعده. ايه بلاش سوى حار. الحين طبخ عندها الماي. الحين شو بحطي النغر؟ يبي الولاعه مشيخه. الحين بحطي النغر. بحطيها التمر. لا قلت لك التمر حط شويه ما وايد هي. بس شويه تحطي. عشان في ناس غير مختلف، في ناس سوى يغروه بالتمر، في ناس يغروها شكل من دون تمر. شو حطيت الحين الماي اللي انطبخ؟ حطيت النغر وحطيت التمر. ماشي حبيبي. شويه صبري شويه ها بزار بعد عشان تغير اللون، وشويه كركم بس عشان يغلي كل اللون. كل شيء ربع قفشه
شويه بحوثها يطبخ مع التمر. يمكن حد يقول بيطلع له طعمه سكر، لا ما يطلع طعمه سكر، بس راش انت بعد ليش بتحمسيه بيطلع مع البصل والملح وهاي، بس احنا نبي نتغير لون النغر. في ناس يغرون من دون التمر، دون يحطوا بزار وملح وهاي وبس، وفي ناس لا بالتمر يسوون، ما كل واحد في بيت عن بيت يختلف. استوى شوفي، ايه شوفي شوفي استوى لونه ها. عشان التمر هي عشان تغير التمر. اللون تغير اللون شوفي الحين خلاص خلاص شوفي ها طلع والتمر كله ذاب فيه. انا بعد العيش بدي خلاص، يلا شخلي العيش. العيش خلاص بسم الله، ان القدر كبير انا ما اقدر اشيل القدر، لازم اكون. ليش اختلف اللون؟ العيش اول كان ابيض عشان حطينا فيه كركم، الكركم غير اللون. اذا تبغي ابيض لا تحطي فيه كركم، تبيها شكل شويه لونه مختلف غيري هذا، حطي شويه كركم. وهذا العيش جهز. المشيخه انت الحين بعدها خلاص. اي خلاص. شو نسوي؟ الحين ببدي اقدر اشيل القدر. اعطيني مشيخه فوطه مالش؟ يلا. الحين انا بشيل القدر. اي انا ليش اول خفيت منه؟ ما اقدر اشيله انه وايد فيه. الحين اقدر. ها بسم الله. وهذا العيش ها. هذا العيش جهز. الحين بخليه شوي ينشف منه الماء. ينشف من الماء. بس ما يبغي ماء. لا ما يبغى ماء. انزين الحين باي ينشف منه وبحط العيش. هذا بعد خلاص خلص. النغر شوفي ها خلاص. انزين اذا تبي معون ولا عندك معون تطلع ولا تبي هذا؟ الحين عاد تبغي هذا العلبه كبيره؟ لا هاي زين بس. زينه؟ ايه خلاص. الحين عاد بتدي شو؟ ها بنقيه. عشان الطعام والهاي بتم بالقدر بتتوح بعدين. بنقيه كله، بنخلي التمر خلاص، التمر ما محتاجينه. شو النغر نضي؟ التمر هي تغير اللون، شوف تغير. النغر خلاص تغير اللون ونضي. التمر خلاص ما محتاجينه. وانا القدر بعد نشف، ليش؟ الحين بحط العيش. بتحطي شيء هنا نغر ولا حطي كله العيش يا مشيخة؟ لا لا بسويه منه ناشف. بس 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 بس. هذا العيش بلقى. ليش استوى لونه هالشكل اصفر؟ ان انا ضافينا عليه كركم وغير من الابيض للاصفر. هذا النغر كله نظه شوفوا. ها. انتم جربوا هالطريقة ان شاء الله بتعجبكم مع التمر. لا تقول انه بيستوي طعمه سكر ولا شيء، لا. في من بيت لبيت غير، شوفوا مشيخه حطيت فيه تمر النغر عشان غيرت اللون. وانا خايف انه يستوي فيه سكر، يعني طعم الاكل سكر، عادي حطيه في المشخله وغسليه. اذا طعمتي يكون فيه شكر؟ ايه غسلتي؟ ايه غسليه، حطيه في المشخله وغسليه. شوف غيرنا العيش اصفر وغيرنا هذاك من ابيض لين احمر. عشان انت على كيفك وش تبي تغيري. في ناس يحبوا عيش ابيض، في ناس يحبوا عيش اصفر. اعطيني مشيخه الفوطه اللي عندك الله يخليش عشان بشيل مشغله. يلا. هذا الحين العيش جهز، شو نسوي؟ اسوي هالشكل، اذا داخل المشغله في ماي او شيء ينزل. ها بسم الله. هذا النغر. هاي نجينا. النغر جهز والعيش جهز. نقيناه كله. الحين هاي خلاص كله نقيناه. ما بقى شيء. الحين عشان ما تبي الوسخ بنكبه منه، صح ولا لا؟ عشان بالشيط بالقدر. الحين عاد اعطيني. هاش هاش. جيبي هذا عباره وش؟ هذا الطعام والهذا، هذا ما محتاج انه مشيخه. ايه اطلعها هنا. هذا الحين هي ما محتاجتنا الحين
احنا خلاص نقيت اطلع ليش هذا رشفه؟ يبقى اعطيني شيء ماعون عندي فاضي عشان برقط لها. هاي شيلي بعدين. الحين بخلي الزيت شويه يحمي. حط الزيت الحين. الحين هي بتحط الزيت وانا هنا عشان هذا طعام وتمر برقط هذا اللي تام عشان حرام نرميها. قلت لكم النغر في ناس ما يحطوا فيه تمر. اعطيني دق الثوم بدق الثوم ان شاء الله. قلت لكم ترى النغر في انواع كل بيت مختلف طبخه بيت. في ناس النغر ما يحطوا فيه تمر يوغروا بس ما يحطوا فيه تمر، وفي ناس يغيروا اللون يحطوا فيه نغر عشان ليش تشوف مختلف اللون. في ناس لا يتم ابيض. اعطيني قفشه صغيره ان شاء الله. كل بيت مختلف ترى. هاي تبي سكينها؟ هاي ملح شويه. اذا بتحطي كزبره شويه. ليش الحين هذا هذاك فيه الطعام والهذا يتم داخل هذا؟ الحين انا بدق الثوم لين شويه البصل يستوي. وهنا نقيت النغر. هاي النغر عشان الناشف. النغر ترى قلت لكم يستوي ناشف، يستوي فالونه، يستوي برياني، انت على حسب وش تبي. انت بروحك يوم بتدخلي المطبخ فكري الطبخه هاي وش بسويها. كل شيء يستوي. كل شيء يستوي. مكبوس. المكبوس برياني. تحت العيش برياني. انت وش عاد تبي تقدري وش مشتهيه اليوم. النغر مع النغر. تبي النغر ناشف تاكلي مع الخبز ينتكل بعد. يا ام علي دقي منك ان شاء الله. بطلع ليش هالنغر ان شاء الله. هاش هذا الحين ما لي حاجه. شو اسوي بخوزه شويه عني. الحين البصل ها. حمست البصل ها. هذا وش الحين انا ادق الثوم الطازه وش اسمها الزنجبيل الطازه نعناع شويه ملح. الحين هذا البصل. يلا ادق الثوم ام علي وحطيه ان شاء الله. الحين هي حطيت البصل الاحمر. الحين انا ادق لي هذا الثوم والزنجبيل مع الكزبره. شو بتسوي؟ بتضيف مع البصل. ايه. ها. وهنا النغر شوفوها تغير لونه ما هاشم شيخه. هذا الزنجبيل الطازه، الثوم الطازه، وش اسمه الكزبر. شويه بحمسه ويا هذا العيش الحين جهز. قال العيش مسمايه بخوصه. من يثور الثور الاول والثاني خلاص شخلي. اذا خليتيه يطول بيعتين بيغلي نفس العرسيه. الحين عاد ببهر بحط شويه ملح. قفشه ملح نص قفشه. شويه هيل عشان الهيل يطلع نكهه حلوه. بعد حسب الرغبه الفلفل. تبي فلفل حطي. هي يوم الجو حار يقللوا من الفلفل. هاي كركم نص قفشه. شويه هيل. هيل نعيم. نص قفشه. بهارات مشكله ناعمه. هاي البهارات العربيه. نص قفشه بعد ما بكثر. القرفه شوي. لومي يابس اسوي ليش لومي؟ لومي يابس بعد حبتين. هاي ورق البرياني بعد بحط شويه. اللومي لازم ما فلق ولا شفت القطيف صح؟ هي هي هي. عشان الصالونه بس تخرقيها حق هذا لا لازم تسوي هالشكل. وهاي الطماطم. حطيت الطماطم الحين. هذا اللومي مغسول منظف عشان اللومي هو يعطي نكهه الاكل. هاي الحين خلطت اللومي شويه بحطي ماي. يبي الفوطه من هناك من شيخه؟ زين حطيها على الطاوله. هاي الحين هي بعدنا النغر ما حطيت. لا ما حطيته. حطيت البصل، حطيت الزنجبيل، حطيت الثوم، حطيت الطماط وشوي من كل شيء نص 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 قفشه بهارات. الحين بقصص شويه من الكزبره. هاك يا سكين عندك. هاي كزبره عشان هي الكزبره
بتطلع الاكل حلو صح ولا لا مشيخه؟ حد منهم بعد يحطوا طماط صلصل، تبيه احمر زياده حطي. ما لا روحنا ما نحط طماط صلصل عشان ليش احسن؟ الحين عاد بحط النغر. النغر هاي موغر مع التمر. التمر ما عليكم انه ما في سكر، اذا انتم شاكين في سكر غسلوه شوي. غسلوه شوي. عشان اذا تقولوا التمر فيه شكر ولا شيء غسلوه. وناس ما يغسلوه. ناس ما يغسلوه. لأن التمر تم هناك. التمر بس هو النغر. التمر والطعام والهذا رحنا طلعنا النغر. طلعنا تعرفوا النغر. ليش؟ إذا غسلتوه تقولوا نخفي شكر غسلتوه يروح الطعم. النغر ما له طعم. بس أفضل تخلوه هالشكل. أن الحين هي حمسته هالشكل بيروح ما في شكر. صح ولا لا مشيخة؟ إيه وحين عادها كله مرة. شوفوا ما نحطي فيه بليان ما نحطي فيه شيء بس لا ماشي الا غير البهارات وشوية طماطم. الحين بشوي بسكر عليه عشان البهارات والهذا مع النغر يستوي. وهنا العيش ذهب؟ العيش ذهب مشيخه. يلا عيش ليش رحنا حطينا كركم فيه؟ عشان نغير اللون. انت خليه يطبخ شويه النغر. هي لازم مع شوية البهارات. مع البهارات هي ما بتحطي فيه ماي ولا شيء؟ لا لا بخليه ناشف. ناشف حطيه على العيش. ما يبي شويه ماي؟ لا حطيت اول ماي الحين بس ما يبى الحين ما يبى واروح بعد الطماط يطلع ماي. هي الطماط ترى انا محطيه فيه طماط الاخضر بروح يطلع ماي. بنحط العيش وبنحطه من فوق لها. الحين بدا خلص هي لا هي. اغرف العيش ولا بعد شويه؟ لا بعد شويه بعد شويه بعد شويه. يلا الحمد لله هي هاي الاكله اليوم البحريه ناشف النغر والعيش الاصفر. يستوي بعد مكبوس. يستوي مكبوس. يستوي مكبوس كل شيء. لا تقولي ماشي انتي وش تبي؟ تبي مكبوس تبي صالونه؟ شوفي اكو روح وطلع مايها. خلاص الطماط روح يطلع ماي. ها اي ما بتحطي فيه ماي؟ لا لا هاي صالونه هي بحطي فيه ماي لكن انا سويته ناشف اليوم. ناشف ها؟ خلاص خلص؟ ما يبى زياده اي شيء؟ لا ما يبى زياده اي شيء. الحين من بدينا من نغرف العيش وبنحطيه هذا فوق العيش. فوق العيش وانتوا على كيف منهم ياكلوا بالخبز بعد اي بالخبز اي بالخبز بعد بالخبز ياكلوا واللي يبي يحط ياكلوا بالعيش. ناس كل واحد على ذوقه. اي ناس يحبوا بالعيش ناس يحبوا حتى العيش ابيض في ناس يصفروا يلونوا. انت على كيف على كيف هي على ذوق الحرب تدخل المطبخ تحط السمان وتقعدي تفكري شو بسوي؟ اي نعم. تسوي؟ اللي هي الطبيخه ما بتعرف كل شيء. هذا الحين يسوي المكبوس، يسوي تحت العيش، يسوي البرياني، يسوي كل شيء يسوي. هي ويستوي ناشف، الحين ناشف هذا تاكلي بالخبز وتاكلي بالعيش. الحين سوي ناشف، تبو مكبوس يستوي. هي. حتى البرياني يستوي. هي. الحين عاد الحين بعد شويه بنغرف خلاص. بقصر. العيش جهز والحين نرتيه هذاك يشرب. شوف ما حطينا فيه ماي مول وغرناه صح بالماي التمر لا يا مشيخة بالتمر وغرت حطيت ماي شوية بزار وشوية كركم وغرت والتمر. الحين يوم وغرته هذا هو خلينا طلعنا بس النغر وشاطته مع البصل مع الطماط والطماط ثوم والبهارات ولا هاي بهارات الناشفه. الناشفه شو هذه الناشفه؟ الناشفه هناك عندك الليلان وحبه والفلفل الاسود والقرفه والقرفه والمسمار. هي هذه تعتبر بهارات ناشفه. ناشفه ناشفه. وهذه البهارات العربيه تعرفي هي هاي بهارات مشكله من كل شيء. البهارات العربيه ما بس بزار مخلوط من كل شيء. من كل شيء نعم. عشان بدل لا تحطي بس بزار عم بزار يختلف في البحريني في البهار الهندي كل واحد على كيفه. البهار العربي ليش البهار العربي بدل لا تحطي سنوت وتقول بحطي ليلان وتقول بحطي ما ادري شو كم علبه. هاي البهارات العربيه مخلوط من كل شيء فيه ليلان الحبه الحلوه كل شيء فلفل حار فلفل هاي فلفل اسود كركم مخلوط من كل شيء القرفه الناعمه كل هذه هي العربيه مخلوط من كل شيء اسمه البزار العربي هذا. بس داخل الجمعيات مشيخه في مكونات هاي بزار ما ادري شو هذا بزار هذا للحم هذا للسمك هذا ما عندنا روحنا البهارات العربيه تصلح لكل شيء لكل شيء للسمك للحم للسمك للربيان للنغر هاي البهارات العربيه لكل شيء صح لكل شيء. نعم
انزين مشيخه النغر ترى في النغر يوم السير انواع بعد في النغر شيء منه كبار شيء صغار هي يوم السير مال السمك تشوفي في نغر كبار هي وفي نغر صغار هي تعرفي هذه الفشه هاي بالظهر النغره شو نسوي وفي كيس حبر هي تعرفي يوم بالدور تقطع النغره اذا انت بالبيت او اذا سواها راعي السمك هو عنده خبره عنده خبره هي لكن انت اذا جبتي بالبيت يوم بتفتحي النغره لازم تحملي على هذا الكيس هذا النغر اذا انبط بيوسخ ليش النغر كله لكن لازم تحاسبي تظهري هذا الكيس اللي فيه الحبر كله بعدين تعرفي هذه مثل الفشه داخل ظهر النغره شو يسوي فيها زمن اول انا حيت زمن الاول هاي الفشه شو يسووها هكا ويسحنوها اذا صماخهم يعورهم شيء يسحنوها شكلها نعيم نفس البودره ويحطوها داخل صماخ ويجيبوا اللومي يعصروا بفنيان يخوزوا منه اللب والهاي يصبوا لان اذن تا زمن الاول ما في دكاتره ما في دكاتره يكون دواء مال يذون زمن الاول انا ريت جدتي هالشكل جابتي هاي الفشه وشويه كذا خض وبعدين جابت لومي عسى خبزت عنه اللب والهاي شخلته حطيت شويه فش مال النغر وصبت عليه تقدري صدقي قاعد يغلي الاذن يصح من الالم اول بار الله يرحمهم عندهم خبره اول ماشي دكاتره اول ماشي يوم اولش بطنش الحين رحت الطبيب اعطانا اول وش نشرب اللي عده الماي ورد الطبيخه الماي ورد بعدها هاي الحين الحمد لله الحين شو رايش خلاص واحد منهم بعد احنا نسميه نغر حد يسميه عوق ايه حد يسميه حبار ما كله واحد عليه اسماء هي يلا لكن في نغر كبار في نغر صغار يلا نغرفي العيش والمشيخه اول بنغرف العيش بعدين النغر نتركه الملاس هذا الفوق هاي الفوق هناك ايه هذا بسم الله عاد ما لازم كله تغرفيه هذا العيش شوف ليش رحنا غيرنا اللون الاصفر في ناس يحبوه اصفر في ناس يتم ابيض انت على كيفش شو تحبي تبي تغيري العيش عبارة تغيري من ابيض لين اصفر تحطي شويه كركم تبي ابيض خلي ابيض تبي اصفر بس لا تكثري كركم هي لا تكثري وايد كركم شو حطيت انا فيه حطيت فيه عواد القرفه حطيت حبات الحبه هذا شو اسمه الفلفل الاسود بس مشيخه تعرفوا هالشكل هاي العيش هذا العيش الحين بنحط النغر تحطيه فوق ولا على صوب لا حطيه فوق هاي النغر الناشف هاي النغر هاي النغر البحريه كل شيء قلت لكم في ناس لهم طريقه في ناس قربي شوية بسم الله هذا هو النغر جهز ناضي وما في طعم تقولوا فيه سكر لا راح ان البهارات الطماط البصل الثوم الزنيبيل الكزبره غيرت كل شيء هاي النار حطها هاي هو زهل ها شوفوا وهاي اللومي هذا النغر الناشف هذا شوفوا ان شاء الله اعزائي المشاهدين ان شاء الله ينول على اعجابكم شيخه تعجبهم هاي الطبخه هو النغر الناشف والعيش اللي غيرنا لونه اصفر بالهنا والعافيه عليكم.